مساء الخير، اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامج طعم البيوت. النهارده السبت 12 اغسطس 2017، برحب بحضراتكم معانا وحلقه جديده ان شاء الله تستمتعوا بيها معانا. لكن في بدايه حلقتنا احنا طبعا بنقدم التعازي لانفسنا وللشعب المصري في وفاه عدد كبير من المصريين واصابه عدد اكبر من خلال حادث القطار، حادث تصادم قطارين امبارح كلنا تابعناه على شاشات التلفزيون المصري والقنوات الخاصه. الحقيقه حادث اليم، حادث مش عارفين لسه إذا كان نتائج التحقيقات هتسفر عن إيه، لكن هو أكيد إهمال من شخص ما. هنتعرف على نتائج التحقيقات وكلنا هنتابعها إن شاء الله مع بعض، وهنبقى موجودين لغاية ما نعرف إيه اللي حصل علشان الحوادث دي إن شاء الله ما تتكررش. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم من خلاله عن التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي. العمل التطوعي اللي الحقيقة ما بيطلبش، المصريين لما بيلاقوا في أزمة بيقفوا جنب بعض، المصريين لما بيحسوا إن في مشكلة مش بيبقوا محتاجين إن حد يقول لهم تعالوا ساعدوا، بيشتغلوا لوحدهم لله في لله. الشعب المصري دايما عنده الجدعنة والشهامة، وده اللي شفناه من خلال حادث القطار امبارح. المصريين قبل الإسعاف وقبل النجدة ما توصل لمكان الحادث كانوا المصريين بيساعدوا في إنقاذ الضحايا، ده اللي احنا شفناه من خلال متابعتنا. كمان وزارة التضامن الاجتماعي الوزيرة غدا والي كانت موجودة في مكان الحادث علشان تطمن على المصابين، كمان كان في دعم مادي ومعنوي للمصابين وللضحايا. احنا بنعزي مرة تانية في وفاة المصريين. والحقيقه من خلال حلقتنا ضيوفنا اللي هينورونا معانا النهارده الدكتوره عزه فتحي استاذ علم الاجتماع، وان شاء الله هيكون معانا الشيخ تامر مطر المنسق العام لمركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه. دلوقتي عندنا تقرير هنقدم من خلاله المؤتمر الاول للفنيين والتمريض العاملين بمعهد القلب. ضروري ان يكون في تدريبات ويكون في مواكبة لأحدث الطرق العلمية في الطب، ده اللي هنشوفه من خلال التقرير، ونرجع نبدأ حلقتنا إن شاء الله. رجعنا لحضراتكم مرة تانية علشان نرحب بضيوفنا اللي منورينا في الاستوديو، الأستاذة الدكتورة عزة فتحي أستاذ علم الاجتماع. بنرحب بحضرتك معانا يا فندم. الشيخ تامر مطر المنسق العام لمركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه، بنرحب بوجود حضرتك معانا. معانا مداخله تليفونيه دلوقتي مع الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، عايزين نطمن على احدث التقارير اللي عند حضرتك. طمنا على حاله المصابين واذا كان في بعض المصابين خرجوا من المستشفيات. يعني خليني اقول لحضرتك اولا طبعا بنتقدم خالص التعازي لاسر المتوفين جراء هذا الحادث الاليم، واحنا عندنا حالات الوفيات وصلت لي 41 حاله وفاه. يعني خالص التعازي مره اخرى. تم تسليم استخراج 36 تصريح دفن وتسليم الجثامين لذويهم، متبقي 5 مازال جاري تسليمهم لذويهم. بالنسبه للمصابين كان عندنا 132 مصاب خرج من المستشفيات، 79 متبقي، 53 مصاب في المستشفيات. خليني اقول لحضرتك يعني عندنا 14 مصاب في الرعايه المركزه حالتهم بين متوسطه وخطيره، وباقي المصابين حالتهم بسيطه وتتراوح الاصابات ما بين كسور مختلفه في اماكن في الجسم وارتجاج وسحاجات وكدمات، ويتلقون العلاج في مستشفيات الاسكندريه، ولا حاجة على الإطلاق لنقل أي مصاب حتى لو كان لمحافظة القاهرة. نتمنى لهم جميعا الشفاء العاجل إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. يعني إحنا بنتكلم من خلال حلقتنا النهاردة على المصريين ودورهم في الإزمات. حضرتك شايف إن المصريين بيحرصوا على التبرع بالدم أو الوجود لو في حاجة ليهم في المواقف اللي إحنا بنحضرها النهاردة؟ الحقيقة يعني الشعب المصري شعب برضه فيه ان هو بيحب بعض ومتكاتف. لما الحقيقه لما بيبقى في اي مناشدات بالتبرع او حاجه الناس بتتبرع. الحاجه الثانيه انه يعني برضو الدوله لها دور كبير في احتواء الازمه، سواء كان من قرارات على مختلف مستويات الدوله او سواء كان حتى بالتعاون مع وسائل الاعلام في اظهار الحقيقه للناس المواطنين
وابلاغهم دايما بالذات في الحوادث الكبيره دي يعني الشر بره وبعيد، انه يعني المتوفين والمصابين ومين توفى ومين من ذويه بيدور على ذويه من ولاده واخواته وزوجته وهكذا. فالحقيقه الحمد لله يعني ربنا اقدرنا الدوله ككل انها تتعاون، جهات تتعاون مع بعض في الاخر ان احنا نطمن الناس ونصل لما نحن فيه. الحمد لله الحادث كان كبير لكن الامور على المستوى الصحي يعني نقدر نقول عليها ملمومه الحمد لله. الحمد لله. بنشكر حضرتك يا فندم. كان معانا على التليفون دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه. هنبدأ كلامنا مع فضيلة الشيخ لأننا الحقيقة محتاجين نتعرف على الدور الإنساني اللي بنقوم به كمصريين في المواقف والشدائد، ومحتاجين كمان نعرف يعني هل الوازع الديني هو اللي بيدفعنا لأننا نقوم بالدور ده، ولا ده تصرف ملوش علاقة بالوازع الديني، ولا إيه فضيلة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في النهاية هي الشخصية المصرية مكونة من مجموعة مكونات، مش بس دينية ولا بس ثقافية ولا بس علمية، هي مجموعة من العوامل والعناصر المكونة للشخصية المصرية. لا شك ان الدين جزء اصيل في هذه الشخصية. والشخصية المصرية على مر التاريخ بدءا من العصر الفرعوني وما قبل، يعني من أقدم تاريخ وصلنا له في التاريخ المصري إلى يومنا هذا، الدين مكون أساسي في الشخصية لا تنفك عنه. فلا شك أنه الإنسان بيكون في النهاية، سلوكياته بتنتج من مجموعة الخبرات اللي بياخدها، من الخبرة الدينية. والخبرة الدينية سواء كانت في الدين المسيحي أو في الدين الإسلامي متوائمة تماما مع طبيعة الشخصية المصرية اللي هي على الفطرة، اللي هي بتميل إلى المؤاخاة، بتميل إلى الاجتماع، بتميل إلى المعايشة مع الناس، بتميل إلى السلم، بتميل إلى إنقاذ الغريق، إلى إنقاذ الحريق. يعني حضرتك لما بنلقى حادثة في الطريق بنلاقي الطريق كله وقف والناس نزلت تساعد وتنقذ المصاب. ده في الدافع ليه هو المكونات مع بعضها، تربيته في البيت، التربية ديت فيها جزء ديني، تربيته في المسجد، الثقافة اللي بيتلقاها من الإعلام، الثقافة اللي بيتلقاها في المدرسة، تعليمه، كل ده في النهاية بيخليه ياخد خطوات لا إرادية. أول ما بيشوف أزمة، أول ما بيشوف كارثة، بيشوف حادثة، بيلاقي نفسه أوتوماتيك بيجري بيحاول ينقذ المصاب وياخد بإيده يساعده ويقف جنبه. هي الحقيقه تربيته في المسجد وتربيته في الكنيسه، وفي يعني الكنيسه طبعا يعني الملهوف، لهفه الملهوف دي ملهاش علاقه اذا كان انا ما بدورش ده ديانته ايه. لا طبعا ملهوف. طبعا طبعا، ما انا بقول لحضرتك هي أيوة. التعاليم الدينيه في الشخصيه المصريه لان هي اقرب الى الفطره. أيوة. فكل ما كانت التعليم قريبه من وحي السماء، وكل ما كانت التعليم الدينيه صافية من الأفهام المغلوطة، كلما بتقارب شعور ووجدان الشعب المصري، فبالتالي بيتأثر بيها وبيخرجها في سلوكياته. أيوة. فزي ما حضرتك بتقولي إغاثة الملهوف، هذا أمر كلنا بنتربى عليه، يعني حاجة في شخصيتنا إن إحنا ما ينفعش نرى إنسان ملهوف في موقف من المواقف ونقف قصاده وقفة سلبية. طبعا كان في افكر حضرتك والساده المشاهدين بحادث قطار البدرشين، وعلى بال كان ساعتها بقى على بال ما يعني كان الحادث كبير جدا، اللي قام بالدور رقم واحد كانوا المواطنين. واظن المواطنين شاركوا الاجهزه وهي في الانقاذ في حادث الاسكندريه بصوره كبيره جدا. ده بيرجع لايه؟ بيرجع للتربيه والسلوك. التربيه والسلوك جزء منها هو الدين. اكيد أكيد. دكتورة عزة، يعني زي ما بنتكلم على الدين والجانب الديني اللي موجود بالفطرة في الشخصية المصرية، حضرتك أستاذة علم اجتماع، كلمينا عن يعني المصري ودوره في الأزمات، دوره في أنه لما يلاقي مشكلة أو كارثة، لأن إحنا اللي بنتكلم عنها كارثة مش مشكلة، قد إيه بيجري يتطوع من غير ما حد يقول له أنت بتعمل إيه؟ بصي حضرتك، المصري حالة خاصة، بمعنى احنا شعب على ارض وادي النيل،
وبالتالي لنا سمات حضارية مختلفة. جنبك النيل من قديم الزمن بترمي البذور وتصبري، تطلع البذور بياخدها بيتعايش عليها بيبيع. احنا مش رحالة بناخد الخيمة وبنمشي من حتة لحتة. فالمشاعر الإنسانية، وبعدين أنا بساعد جاري في ري الأرض، أنا بعمل كذا، بطرح معاه، بألمي معاه البذور، هذه السمات الحضرية. عشان كده هيرودوت قال إيه؟ مصر هبة النيل. رد عليه أستاذنا العالم المؤخر الأرخ الكبير جمال حمدان قال مصر هبة النيل وهبة المصريين. المصريين حالة خاصة في الشرق الأوسط، المصريين جمعوا كل الحضارات، المصريين عندهم الدين حالة في علم الاجتماع من حالات الضبط الاجتماعي. تكوني مسيحية، تكوني مسلمة، تكوني أي حاجة في الدنيا، ولكن أنت في النهاية عندك حالة من حالات الضبط الاجتماعي والعرف والعادات والتقاليد. كل هذه الأشياء بتصنع شخصية المصري، مع طبعا وادي النيل، مع السمات الحضارية من الأرض، من الطبيعة بتاعتنا. فده الحضارة بقى، كل الحضارات صبت عندنا واحنا ام الحضاره. فاحنا مش بنتكلم عن الماضي بس، فعلا الحاجات دي زي ما بتقولي ده ابن عيله. ابن عيله ليه؟ مش معناه انه غني، ابن عيله يعني متربي، يعني ليه اصول. وبالتالي المصري ليه اصول حضاريه، اصول دينيه. الاديان السماويه معظمها والانبياء مروا على مصر وسابوا اثر وسابوا حضاره وسابوا سلوكيات انتقلت مع مر العصور. المصري بطبيعته انسان زي ما قلت لك، يعني وادي النيل فرض عليه سلوكيات معينه، وبالتالي المصري دائما ينقذ الملهوف. المصري متعود على حاجات معينه، يعني في حضرتك عارفه يعني من ايام الفراعنه ان هو لا يلوث النيل، وان هو يساعد جاره، لا يخون زوجه جاره، لا يعني ولا يخون زوجته، والكلام ده كله. في وقت الازمه المصري بان، مش بس دلوقتي، على مر الايام. يعني في نكسه 67 المصري وقف جنب جيشه، كان المفروض ساعتها المصري يتخلى عن جيشه لانه كان غضبان غضب شديد والغضب يعمي. في حرب الاستنزاف وقف في 73، مين اللي كان بيحمي الجبهه الداخليه؟ انا وانت والشعب والام والاب والكلام ده، وكان الرجاله على 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 خط النار. بعد كده جينا في 2011. يعني المصري حضرتك لو مشيتي معايا بالتاريخ وفي 1919 وثوره 52، دايما الشعب المصري سبورتد لكل حاجه حلوه. طب في وقت الكوارث والازمات بيعمل ايه؟ بالفطره بيروح على طول يساعد. ليه؟ لانه على طول هو متربي في بيته اللي اقول لك ايه؟ انقذ الناس، ساعد الناس، يا اخي اعتبرها اختك، اعتبرها امك، اعتبرها. دايما بنربي اولادنا على كده، انا وحضرتك وسيدنا الشيخ. فالمصري على طول على طول قيمه بتساعده. احنا ساعات بنقول ان في فترات التغير الاجتماعي القيم بتنهار شويه، القيم بتنزل وبترتفع، بالذات بعد 2011 بعد اي تغير. بس في وقت الازمات بنرجع تاني. المعدن الاصيل بتاعك بالزبط. الذهب لو دفنتيه في التراب هيفضل ذهب. عشان كده بنقول للمصري ما يتخافش عليه. ناقصنا شويه حاجات وهنبقى كويسين. لكن طبعا انا الحقيقه بقدم تعزيه شخصيه ل يعني الشعب المصري وللضحايا ولفخامه الرئيس ولكل بيت مكلوم. وعايز أقول أن مصر تقع بين شقي الراحة، الفساد والإهمال والإرهاب. كل يوم مفروض علينا ضحايا. هؤلاء الضحايا أنا بطالب الدولة باعتبارهم شهداء، لأن دول شهداء طريق، مش بس شهداء جهاد، دول شهداء طريق. والمفروض نحط العلامة السوداء على التلفزيون المصري، ده عدد مش قليل. أنا مش بفرض كلامي، ولكن أنا بقول إحساسي. دي حاجة تداوي قلوب الجرحى. انا عايزه اقول لحضرتك يا دكتوره عزه ان الحزن مش بشريطه. نعم. الحزن في القلب، الحزن ان احنا كلنا حاسين ان الكارثه في بيتنا، مش بس انا وحضرتك واي حد معرض لكده، ده شهداء طريق. ولكن انا كمان بطالب يعني ان مش بس الدوله اللي تقف مع الضحايا، المجتمع المدني ارجوكم، مش بس وزاره الشؤون الاجتماعيه اللي هي بس تدفع للضحايا وتدفع للجرحى، لا، المجتمع المدني يتكاتف ويظهر بقى وقت الشده ووقت الازمات. اكيد فضلت الشيخ تامر، يعني تاكيدا على كلام الدكتوره، الحزن ما حدش بيقول لنا لازم تزعلوا، ما حدش بيقول لنا احنا في حداد لوحدنا. لما بنشوف ان في ازمه لوحدنا بتلاقي في جو من الكآبة محيط بالمواطنين. لوحدي ما قدرتش ألبس ألوان وأنا نازلة الصبح، حسيت إن في كارثة بتمر على مصر بفقد مجموعة من المواطنين ما لهمش أي ذنب، غير إن في إهمال حصل. لسه مش عارفين الإهمال من مين، لكن أنا كنت نازلة راكبة القطر مسافرة،
ايا كان السبب اللي مخليني مسافره فاتعرض لكارثه سواء بالوفاه او بالاصابه، فعايزه حضرتك تكلمني عن اهميه العمل بضمير وده تاثيره على الفرد والمجتمع. طيب شوف حضرتك، هو طبعا في المقام الاول الشعور الانساني زي ما سياده الدكتوره بتقول، ده جزء من طبيعه الانسان المصري. هو بطبيعته زي ما حضرتك كمان بتقولي مش قادر يخرج من جو الحزن. ليه؟ لان هو شايف قدامه كارثه، فبالتالي هو حاسس منفعل من جوه، عنده شعور بيخيم عليه، شعور شديد بالحزن، انه دول ابرياء ودول ضحايا. وده من طبيعه الشخصيه المصريه اللي هي مسالمه اصلا، لا تحب الشر للاخرين، هي بتحب تعيش مسالمه وتدافع عندما ياتي العدوان عليها. طيب بس خلينا نخرج بقى من الحته دي، لان احنا مش هنفضل دايما نعيش في حاله الحزن والكابه، لا احنا عايزين نفرح. وفرحنا بان احنا اول حاجه نعرف الاهمال والتقصير فين. طب خلينا ناخد مداخله تليفونيه أتفضل. ونشوف هنتعامل مع الاهمال والتقصير ازاي. معانا دلوقتي مداخله تليفونيه مع النائب محمد عبد الرزاق عضو لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك، مساء الخير سياده النائب محمد عبد الرزاق. اهلا بيك تحت امرك. عايزين حضرتك يا فندم تقول لنا دور اللجنه في التعامل مع حادث القطار، وايه الاجراءات المتبعه اللي حضراتكم بتسعوا اليها في الفتره الحاليه. منذ اللحظات الاولى لحدوث الحادث اللجنه في حاله شبه انعقاد مستمر. تواصلنا مع السيد وزير النقل، بعتنا اعضاء اللجنه الموجودين في اسكندريه والبحيره، كانوا واقفين مع الساده الوزراء وحطونا علما لحظة بلحظة. احنا طلبنا انعقاد اللجنة بحضور السيد وزير النقل وبحضور رئيس سيد سكك الحديدية لاجتماع طارئ لبحث تداعيات الحادث والآثار السلبية والحلول المراد اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. تمام. الإجراءات يا فندم ملهاش علاقة بالتحقيقات، التحقيقات ماشية في طريق النيابة العامة. حضرتك النيابة العامة بتباشر دورها منذ اللحظات الاولى، وشكلت لجنه فنيه لفحص الاسباب الفنيه للحادث، واحنا منتظرين التقرير الفني. طبعا ده شق جنائي تتخذ النيابه العامه، لكن احنا في شق الاجراءات والاصلاحات اللي هي مترتب عليها مثل هذه الحوادث، احنا عايزين نشوف ايه الاسباب وايه المطلوب مننا نقدر نعمله. بالظبط. طيب بعد ما اللجنه منعقده والسيد وزير النقل موجود والسيد المسؤول عن هيئه السكك الحديديه موجود واللجنه منعقده زي ما حضرتك بتقول بشكل دائم، المفروض ان احنا ان شاء الله هتنتج عن اللجنه قرارات امتى؟ تمام. الو، ايوه يا فندم، امتى هنعرف القرارات اللي نتجت عن انعقاد اللجنه؟ شوف انا حضرتك، انا اطلقت مبادره بالامس، احنا عاوزين نعتبر مرفق السكه الحديد مشروع قومي زي المشروع القومي للطرق. أيوة. وقلت عمليه التطوير هتحتاج من 50 ل 60 مليار جنيه لاصلاح البنيه الاساسيه وتحويل الاشارات والتحكم والسنافورات والمتزانات الى تحكم الكتروني. لو ده موجود بالفعل امبارح ما كانش حصل الحادث. وقلت يجب اسناد تلك المهمه القوميه زيها زي الطرق زي اي حاجه للهيئه الهندسيه للقوات المسلحه او لاحدى الشركات الوطنيه، ونبدا من الان لان عمليه التطوير دي هتاخد من 5 ل 10 سنوات. ايوه ان شاء الله بالتوفيق يا فندم، ونتمنى ان احنا كمواطنين نشوف النتائج قريبا ان شاء الله قبل 10 سنوات. شكرا لحضرتك، كان ضيفنا المنورنا سياده النائب محمد عبد الرزاق عضو لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب. فضيله الشيخ، عايزه حضرتك تكمل كلام، كنا بنتكلم عن اهميه العمل بضمير. تمام. طبعا يعني في مجموعه احاديث ومجموعه نصوص قرانيه بتوجهنا في النهايه الى ان احنا نطلع العمل بضمير، لكن قبل ده كله أنا لازم نتكلم عن الإهمال والتقصير. أنا معرفش هو في إهمال من شخص أو مسؤول ولا مفيش، لأنه زي ما حضرتك إحنا لسه بنسمع التقارير لسه هتقول، لكن في نظائر وأشباه للحادث سابقة كان فيها إهمال من عامل السكة الحديد مثلا، كان من عامل التحويلة اللي سايب مكانه وما بيشتغلش وإلى آخره يعني. أي. أكيد هيكون في جزء بشري
له دور من الإهمال والسلبية هي التي أدت في النهاية إلى ما وصلنا إليه. هنا أنت حضرتك مش بتكلمي على مستوى بس الضمير ولا على مستوى التقصير في العمل، أنت بتتكلمي على مشكلة كبيرة جدا بنلاقيها في حتة تانية كتير، وهي الانتماء. مشكلة الانتماء يعني إيه؟ مشكلة الانتماء، مشكلة الانتماء إن أنا لو حاسس بالانتماء الكامل للمنظومة اللي أنا عايش فيها، المنظومة الاجتماعية اللي هي البلد، أنا حاسس بالانتماء ليها، بالتالي أنا هيكون عندي توجه شديد جدا لأن أنا يكون عندي إتقان في عملي، يكون عندي ضمير. طبعا تعالي نتكلم من ناحية الدينية عن إتقان العمل وعن الضمير، علشان بس السادة المشاهدين يبقوا عارفين إن احنا حافظين كم حديث وكم آية. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البيهقي يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وحديث فيه ضعف، ولكن الإتقان هو الذي يؤدي في النهاية إلى الجمال، الذي يؤدي في النهاية إلى الحفاظ على النفس، الذي يؤدي إلى الحياة المستقر. الحفاظ على النفس التي قال الله سبحانه وتعالى عنها، علشان بس نشوف الإهمال ممكن يؤدي إلى إيه، 40 أو 41 واحد ماتوا النهاردة، لو كان في إتقان فيه ضمير وعملنا العمل على أعلى مستوى كان نقدر نعمله وما سبناش ولا واحد في المليار للإهمال أو التقصير، كنا أحيينا نفس واحدة. اللي يحيي نفس واحدة ربنا سبحانه وتعالى بيقول عنها إيه؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إحنا متخيلين أن القتل هنا هو القتل المباشر، لا، ده العلماء بيقولوا أنه من أحيا هذه النفس، يعني أحياها إزاي؟ قال أحياها بإطعام، أحياها بإنقاذ من غرق أو بإنقاذ من حريق أو بإنقاذ من جوع مفرط أو برد شديد أو بإتقان في العمل. حضرتك بقى ضيفي عليها القياسات التي تحافظ على هذه النفس أيا كانت هي، أو بإتقان شديد في العمل بضمير. أنا لما أكون شغال في مكان، لما أكون شغال مهندس وعندي إتقان في العمل وبراعي ربنا سبحانه وتعالى ومنتمي للمنظومة اللي أنا فيها، وعارف ان ولادي ممكن هما اللي يسكنوا في العمارة دي، والدتي، اخويا، كلنا اخوات، كلنا مصريين، اللي هيسكن هنا هو اقرب حد لي، ده احساسي بالانتماء رقم واحد. رقم اتنين براعي ربنا سبحانه وتعالى وعندي ضمير، فابن العمارة كويس قوي وابن الكوبري كويس قوي وابن واطلع شغلي على اعلى مستوى، لما اطلع شغلي على اعلى مستوى ساحيي الانفس التي تستفيد من هذا. اما اني اهمل واقصر وأتوانى في عملي وأعيش بسلبية ولا مبالاة وأقول أصلا على قد فلوسهم، أصلا أنا باخد مرتب كام، ما أنا بسيب الشغل عشان أشتغل في حتة تانية، أصلا أنا كنت شغال بالليل وسهران ونمت مركزتش. ونمت ومركزتش. في النهاية أنت تسببت في قتل نفس، في قتل 40 نفس، وفي عدد محتمل، أسأل الله يعني أن يخفف عنا الألم وأن يشفي جميع المرضى، عدد محتمل للزيادة، انت تسببت في قتلهم، تسببت. شو بقى يعني تيتم 40 أسرة طبعا فقدوا آبائهم أو أمهاتهم أو إخواتهم، أدخلت الحزن على هؤلاء، قتلت 40 نفس، وربنا بيقول من قتل نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طب إحنا إيه اللي بيوصلنا لده؟ إحنا لازم نفتش، مش بس نلبس الأسود يا أستاذ، ومش بس إن إحنا يبقى الحزن جوانا وماشيين متضايقين في الشارع، لا، احنا لازم نفتش ولازم نعالج صح. احنا ايه اللي وصلنا لده؟ ايه اللي احنا جايبينه يشتغل في الحته دي؟ هل هو كفء ولا كان جاي ازاي؟ وازاي بقى عالج؟ هو بقى مفروض عليا عالج ازاي؟ من الاساس لازم بقى. طبعا نعالج بعلم الاجتماع، يعني عايزين نعرف ازاي نكتشف المشكله من بدايتها عشان نقدر نحلها. احنا دلوقتي موجودين في ازمه، في ازمه، نتعامل ازاي عشان نشد من ازر المصابين واسر الضحايا والمصريين بشكل عام؟ يعني انا دلوقتي ازاي يبقى عندي ثقه في الهيئه اللي هركب فيها المواصلات عشان اروح من مشوار لمشوار؟ هو بس حضرتك الموضوع في المنظومه بتاعه هيئه النقل والسكك الحديديه مش بس ادوات وحاجات ماديه وموقع لوجيستيك يعني، لكن ده فيه كمان أفراد. هل يتدربون؟
يعني السائق ده بيتعمل عليه كل شوية، بيتعمل له دورة تدريبية، الكوبساري أو المحصل بيتعمل له دورة تدريبية إنه إزاي يتعامل مع المواطن بأخلاق، إزاي يتعامل مع اللي هربان مش دافع تذكرة، إزاي يتعامل مع حد فقير مش قادر يدفع ولازم يروح يوصل لبلده. ما هي السكة الحديد دي معمولة لمين؟ ما هي معمولة للغلابة. ما هو اللي مش غلبان، اللي مش غلبان ممكن يركب عربيته، ممكن يسافر بالطيارة، لكن معمولة دي بتاعت الشعب وملك الشعب، وعمرها ما تبقى حاجة تانية غير ملك الشعب. فمش بس القدرة المالية اللي هتصلح لي القطارات وتصلح لي القضبان والكلام ده كله، في منظومة أخرى، المورد البشري بتاعي اللي بيشتغل هو كفء في هذا المكان، هو بيتعاطى المخدرات. عملت تفتيش دوري على السائقين في تعاطي المخدرات، على المسكين بيسموه التحويلة، عملت، ما هو جايز يبقى مهيس يبقى تعبان. معروف ان احنا عندنا غزو ثقافي وغزو في التطرف وعندنا غزو في المخدرات، والمخدرات احنا لسه الوزيرة غادة ولي قالت ان 71% من طلاب المدارس الثانوية والفنية متعاطين من المخدرات. دول الطلاب اللي هم ما عندهمش مورد رزق، اللي بابا وماما بيديهم المصروف، اذا برضو في علامة استفهام. طب اللي بيبتدى يشتغل حتى لو مرتبه بسيط وبيسهر بالليل وارواح الناس في ايده، فتشت عليه؟ انا بس بقى واقف كماين في الطرق السريعة اشيك على كم سواق تاكسي ماشي وكم عربية. طب والقطارات مش دي منظومة نقل؟ انا عارفة ان ده لوم مش بلوم بيه الحكومة الحالية، ده اهمال وفساد 30 سنة فاتوا وخلي الناس نايمة طالما احنا ماشيين والدنيا ماشية. لكن نفكر بقى بعقل جديد. علم الاجتماع بيقول لحضرتك وانت بتعملي اللجنة، هاتي استاذ علم الاجتماع يدرس بقى، يدرس ويشوف الجانب البشري، الجانب المادي، الجانب اللوجيستيك كذا. استاذ اي قائد في الدنيا جنبيه اساتذة علم اجتماع، لان ده علم اجتماع يعني هو علم المجتمع والمؤسسات مع المجتمع وعلاقة الفرد بالمجتمع. فكل دوت عشان تصلحي اي ظاهرة، حتى في الارهاب، ارهاب بس مش انا اصدر الجيش والشرطة في وش المدفع، لا، الظاهرة فكر اعالجه بفكر، اشوف الفقر ما بقاش خلاص هو المعيار، ولاد الطبقة الوسطى بيهربوا ليه، عندهم عامل يعني في عوامل اخرى. مشكلة المخدرات، مشكلة المخدرات كانت زمان طبقة معينة بس اللي بتشرب الحشيش وبتشرب الكلام ده، طبقة تانية بتشرب المكسيتون فوت والكوكايين والكلام ده. دلوقتي الامور تدخلت، المشكلة مش مخدرات بس، مش مخدرات بس، مش اهمال بس، يعني احنا عندنا منظومة بقالها سنين. انا قلت زي ما حضرتك قلتي، بس انا عايز اقول لحضرتك شهادتي كمواطنة مصرية بتستقل القطار ذهابا وايابا من محافظة لاخرى، انا شايفة ان في تطوير في هيئة السكة الحديد، شايفة ان القطارات نظيفة، شايفة ان محطات مش السكة كل القطارات يا فندم الى حد ما نظيفة، المحصل التذاكر زي ما حضرتك بتقولي مدرب ومؤهل وبيتعامل بشكل ادمي، بس المشكلة اللي احنا بنقابلها مش مع اشخاص قد ما هي مع منظومة. يعني في مشكلة في القطر اللي خبطوا في بعض، زي ما بيقال ان كان في قطر عطلان واقف، القطر اللي بعديه جه ما تبلغش ان في قطر عطلان، فهو جه بسرعته ما تحولش على خط سكة حديد. ما بلغش، ما هو فرد، عشان كده عضو مجلس الشعب السيد عضو مجلس النواب كان بيقول لنا ان المنظومه، ان اللجنه المنعقده ان شاء الله هتسفر عن نتائج، ان يبقى في التكنولوجيا تخش في الموضوع، مش لازم انا اتكلم في التليفون اقول لهم في قطر عطلان، لازم يبقى في حاجات اوتوماتيك بتمشي. ده انت، وبعدين نعمل مرحليه يا فندم، يعني مش لازم استنى 10 سنين بالزبط. انا اسفه جدا، يعني يكون بقى خلاص الاف ماتت، انا يعني اعمل مرحله سنه، اعمل ايه بعد كده سنتين افضل، لكن ما اقعدش بقى واستنى احط ايدي على خدي، ما ينفعش، عشان ما نقعدش نحط ايدينا على خدنا لازم تدخل وزارة التضامن الاجتماعي. عشان كده معانا الاستاذة ألفة السلامي، المستشار الاعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذة مروة. الدكتورة غادة والي كانت موجودة امبارح في موقع الحادث عشان تطمن على المصابين وتشد من أزر أسر الضحايا، عايزين حضرتك تطمنينا على المجهود اللي بتقوم بيه وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الحادث. زي ما حضرتك تفضلتي، وزارة التضامن الاجتماعي في مثل هذه الظروف، في النكبات والحالات اللي هي الاستثنائية وحالات الإغاثة، بتتحرك بسرعة. الدكتورة غادة والي كانت من أول الناس اللي وصلوا لموقع الحادث امبارح، وبعد كده طبعا انتقلت بين المستشفيات اللي هي فيها المصابين بيتلقوا العلاج،
وطبعا كان في فريق الإغاثة الخاص بالتضامن موجود في المستشفيات وموجود في المشرحة عشان طبعا يعني يدلل الصعوبات على ذوي المصابين وذوي المتوفين. طبعا الحالة زي ما حضرتك شفتي امبارح وتابعنا جميعا هي حالة مأساوية تحتاج الكثير من الدعم المادي والنفسي وتقديم المساعدات بشكل عاجل. عشان كده تم التواصل بين وزيرة التضامن ومعالي وزير العدل للتنسيق لتحديد دائرتين في المحاكم في محاكم اسكندرية لسرعة استخراج اعلام الوراثة بالنسبة للمتوفين، وده اللي هيحدد المستحقين الورثة من التعويضات. اعلنت وزيرة التضامن ايضا ان مبلغ التعويض بالنسبة للمتوفي هو 50,000 جنيه، وبالنسبة للمصابين يتراوح طبعا هذا التعويض حسب درجة الإصابة ودرجة الوقت اللي هو مستغرق لتلقي العلاج، وبالنسبة للإصابات اللي بتسبب عجز كامل يتساوى مبلغ التعويض مع مبلغ الوفاة اللي هو 50,000 جنيه. هيكون إن شاء الله خلال الساعات القادمة هيتم استكمال الأبحاث الاجتماعية الخاصة بالمتوفين واستخراج أعلام الوراثة، وعلى الفور يتم سداد التعويضات، ده في إطار تسهيل الأمر وفي إطار أيضا تقديم الدعم والمساندة والمؤازرة لذوي الضحايا. زي ما حضرتك طبعا كلنا يمكن نتفق على أن هذه التعويضات لن تعوضنا ذوينا ولا حد من الذين نخسرهم في مثل هذه الحوادث، بس طبعا هذا دور وزارة التضامن الاجتماعي والحكومة في أنها تتواجد وتقدم الدعم المطلوب منها في هذه الأوقات الصعبة. طبعا طبعا احنا بنشكر حضرتك يا فندم على الإيضاح وبالتفصيل. كانت منورانا في التليفون الأستاذة ألفة السلامي المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي. فضلت الشيخ تامر، لسه عايزين نتكلم عن دور الدين في مواجهة الأزمات، يعني مش دور الدين، يعني دور الشعب المصري في أنه يتصدى للأزمة من جواه. يعني ما احنا ما فيش في ايدينا حاجة، نعمل ايه؟ ما هو زي ما بقول لحضرتك، احنا كشعب محتاجين ان احنا نبقى عندنا استشعار. يعني نستشعر من بعيد الازمة وهي بتحصل ونتفاعل معها. يعني احيانا بعض الناس بيكونوا شايفين حاجة هتحصل وبياخد جزء سلبي، لكن في الكوارث اللي زي دي هي دي الشعب يعمل فيها ايه؟ يعني حضرتك بتكلمي عن منظومة رايحة جاية يوميا، مئات القطارات من اقصى مصر الى اقصاها، من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. هنا حضرتك لازم الكفاءات، لازم الفحص الدوري زي ما سيادة الدكتورة بتقول. أيوة كانت بتقول الفحص الدوري والتدريب. أنا عندي واحد قصر في النهاية اتحمل أو يعني أودى حياة 40 شخص. طب ده إيه؟ ده جه إزاي في الحتة دي؟ ده يعني إيه قطر عطلان وإنت نسيت تبلغ؟ يعني هي مش قصة، مش قضية، يعني إنت نسيت تبلغ؟ سيبنا دلوقتي انه احنا محتاجين ندخل التكنولوجيا وما ندخلش، ماشي ده في اللي جاي، لكن في اللي حصل ده، ما هو اللي حصل ده لازم يبقى فيه محاسبه وفيه مساءله. نسيت تبلغ او بلغت مره وما تاكدتش ان الرساله وصلت بالزبط. او ما بلغتش ورجعت اكدت تاني على البلاغ، لان الحقيقه في حاجات مش بتبقى محتاجه بس ان انا اقول والمعلومه تبقى وصلت، لا ده انا لازم اقول مره واثنين وثلاثه وعشره. طبعا احنا بنشكر وزارة التضامن الاجتماعي والدور يعني الجيد جدا اللي بتقوم به، لكن هذا لا يغني عن محاسبة المسؤول. ليه؟ لانه لو انت شايف ان انت شغال في مكان وبتقول على قد فلوسهم، سيب المكان ودور على حاجة بفلوس تكفيك، وسيب المكان ده لحد يمكن الفلوس اللي انت بتاخدها تكفيك. الكافي. احنا بنقول للناس طالما انت ارتضيت التعاقد بينك وبين الحكومة بالمرتب اللي هم بيدهولك، كتير قليل الوقت اللي اتفقت اللي الحكومة بتشغلك فيه ده ملكها، والأعمال اللي مطلوبة من حضرتك فيه بتاعتها. لو ما أديتش الأعمال
واستهلكت الوقت في اي حاجه تانية، المال اللي داخل لك حرام شرعا. ايوه حرام شرعا. هتقول لي اصله ما بيكفيش، اصله ما ماليش دعوه، انت ارتضيت العمل ده، مش عاجبك العمل ده سيبه واشتغل في حاجه تانية. وناس عملت كتير الطريقه دي وكانت انجح بره. يمكن حد يجي تاني، اللي انا عايز اقوله بقى، حد يجي تاني ظروفه تتلائم مع المرتب ده، لكن هيعمله باتقان وهيعمله بضمير. هنا يا استاذه مساله الكفاءات ومساله الامانه، مساله الاحساس بان انا جزء من هذا البلد وانه انا على ثغر من الثغور. النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب لنا مثل، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه، اقترعوا على سفينه، فاصاب قوم اعلاها واصاب قوم اسفلها، فكان الذين في اعلاها اذا ارادوا ان يستقوا استقوا عادي لان هم قريبين، لكن الذين في اسفلها اذا ارادوا ان يستقوا صعدوا الى من فوقهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا. وهنا بقى كل واحد بيخرق في نصيبه خرق لانه ماشي بدماغه، مش منتمي للسفينه، مش منتمي ليها في 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 النسق بتاعها كله، مش عامل حساب اللي فوق دول هيغرقوا، لا هو بيقول انا عايز اشرب وخلاص. هو التاني بيقول انا المرتب مش كافيني. فقالوا هلا خرقنا في نصيبنا خرقا. وشوف بقى النبي يقول لك ايه، نيتهم حلو قوي، فلا نؤذي من فوقنا، ما نأذيش الناس اللي فوق. فالنبي يقول فلو تركوهم وما ارادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. ليه؟ لان كلنا في سفينه واحده. ده رقم واحد الانتماء، رقم اتنين الكفاءه، رقم ثلاثه الامانه. الكفاءه سيدنا موسى المصري، سيدنا موسى عليه السلام الذي تربى في مصر وجاءته النبوه في مصر، في سيناء، في سيناء، في سيناء مصر على جبل الطور. سيدنا موسى لما اخرج من مصر واخرجه وذهب الى اهل مدين، ايه اللي حصل؟ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، قالت ان ابي يريد ان يجزيك. بعدين لما راحت هناك ايه، قالت احداهما يا ابا تستاجر، خليه يشتغل عندنا، اعمل معاه تعاقد. لما بنفتح مسابقه هو كده، احنا هنفتح مسابقه، الشروط ايه؟ شوفي بقى البنت العاقله المنتميه لاسرتها مش هتخرق خرق، مش هتسيب السفينه ماشيه لوحدها، بتقول له يا ابا تستاجر، ان خير من استأجرت القوي الأمين. قوة وأمانة. ده مع سيدنا موسى المصري اللي نشأ في مصر، خرج بقوة وخرج بأمانة. طبعا سيدنا موسى ربنا قال له ولتصنع على عيني، لكن شرف لمصر أن تنتمي لسيدنا موسى عليه السلام نبي الله. تيجي سيدنا يوسف في مصر يقول إيه؟ يقول له اجعلني على خزائن الأرض، الأرض اللي هي إيه؟ مصر، اللي هي مصر. إني حفيظ عليم، علم وأمانة وأمان. إحنا بنحط الضوابط دي في مسابقاتنا في تعاقداتنا وبنراعيها بجد؟ لا. طب سيدنا يوسف بقى لما كان عنده الإمكانيات والمؤهلات دي، كانت مصر في الأزمة العالمية هي محط الأنظار وهي المعين، يعني هي الخزانة التي نجت بها كل الأطراف وكل البلاد المجاورة. كلامك جميل يا فضيلة الشيخ والله. دكتور عز، كل الأحداث اللي بنمر بيها في حياتنا سواء كانت إيجابية أو سلبية لازم يكون فيها درس بنتعلمه. إيه الدرس اللي نتعلمه من الكارثة اللي احنا فيها النهاردة ومبارح؟ أولا أنا بعتذر إن أنا ممكن أكون بتكلم بحماس وعصبية، لأن فعلا أنا مهمومة بالناس طبعا. وبعدين مش كل يوم اصحى يا اما حادث ارهابي ان فيه انفجار وناس بتموت او حادثه قطار او يعني خلاص احنا تعبنا. لكن فده المشاعر الانسانيه العاديه، يعني سيبك ان انا استاذ علم اجتماع في الجامعه، باخد من كلام سيدنا الشيخ وبقول بلاش اهل الثقه، اهل الكفاءه، العلم، الامانه. يعني انا اعتقد اللي واقف على التحويله واللي بيتكلم في التليفون واللي مش عارفه ايه، دول ناس ما عندهمش اي درجه، سيبك من التدريب من التعليم، دول ناس بسطاء جدا. في الاماكن دي ما شغلش ناس بسطاء علشان مرتبات قليله. طب يعني انا ااهلهم، اديهم دوره تدريبيه على الاقل اسبوع قبل ما يشتغلوا. وبعدين حته على قد فلوسه دي انا دايما برفضها، لان
قد يبارك لك الله في أشياء أخرى، في ولادك، في صحتك، في الكلام ده كله. أنت واقف على مكان، يعني الدكتور لما هيموت حد هيموت فرد واحد، أنت واقف على مكان مش هيبقى متعمد يموته، ومش متعمد يموته لأن ده بيضر سمعته وحياته وحياة بشر، وهو فاهم هو بيعمل إيه. لكن أنت في مكان ألوف البشر كل يوم بتركب معاك من أقصى مصر لأقصى مصر، يعني فكر. يعني ممكن يكون كان بيتكلم في الموبايل على فكره، يعني انا لسه مش بتاعه تحقيق ولا بتاعه قانون، ممكن يكون كان هو يا دكتوره، بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني انه القطارات اول ما اتعملت كانت معموله لنقل البضائع، تمام؟ حصل بعد كده تطوير مع الزياده الهائله في عدد السكان في مصر انها بقت تنقل البشر. لكن باقي يعني زمان لما كان القطر هيخرج عن القضبان اقصى ما فيه هي 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 البضائع بتاعته هتروح مثلا، خساره يعني ماديه، لكن خسارة دلوقتي خساره ماديه. لكن اتطور القطر وركب البشر وما زال لسه احنا عند فكره التحويله وشخص هو اللي بيبلغ. الدنيا اتمدنت يا جماعه، الدنيا اتمدنت، يعني نبتدي انت عايزه العظه اللي احنا ناخدها من الموضوع ده. انا عايزه ان احنا متعرضين لكارثه، بس لازم ندور جواها على الاستفاده اللي هتخلينا بعد كده ما نشوفش الكارثه دي تاني، اللي هو نتعظ بقى، ناخد خطوة لقدام. لما نيجي نبص بصة شاملة، ببص كده على الموقف كده من أعلى نقطة، الغلط فين؟ الغلط في بس إن في حاجات متعاكلة مادية زي ما قلت لحضرتك في الأول، ولا كمان في تدريب للبشر. أنا متطوعة، أنا واحدة من الخبراء اللي أزعم إن أكون أنا أستاذ في جامعة إنشاء وخبيرة، ودي حقيقة، أنا متطوعة أدرب الناس على أي حاجة هم عايزينها، يعني على اي حق انا متطوعه، وفي زي كتير وطنيين ومتبرعين، ضرب الناس مش هناخد من الدوله فلوس. احنا جزء من الانتماء لهذا البلد ان احنا ندرب الناس ازاي يتعاملوا مع الناس، ازاي يتعاملوا مع الاله، ازاي يبقى عنده نوع من الانتماء. ده شغلتي المواطنه والانتماء، يعني انا متخصصه في هذا الموضوع، ازاي يبقى هو واخد الحاجه على عاتقه، يعني ان انا اعمل حاجه بقلبي حتى لو مرتب ضعيف. طب ما احنا كلنا مرتباتنا كموظفين حكومة ضعيفة، ولكن مش معنى كده ان انا يعني اهمل شغلي، يعني لا، انا تعبان اعتذر. ممكن يكون الراجل اللي واقف على التحويلة ده او ما اتكلمش كان عيان، ممكن يكون كان واخد نوع من الادوية بدون استشارة طبيب. بصي بقى حضرتك انا بفكر ازاي، فعملت له نوع من الدوار. ممكن يكون ان هو عصبي، هو بس احنا مش عايزين يعني عشان مش عايزين نطلعش ان هو يكون السبب. لا مش عايزين، احنا بنعتذر له طبعا، احنا ممكن هو السبب يعني. انا بقول لحضرتك انت بتبصي من اعلى نقطه. أيوه. ان في حاجات كتير دي كل الفرضيات، يعني انا لما باجي اسوق ببقى عيانه، الدكتور بيقول لي ما تسوقيش، انت بتاخدي دواء للحساسيه ممكن ياثر عليكي وانت سايقه. طب تخيل بقى ده سواق قطار، ده انا مسؤول عن نفسي او عن مثلا واحده في عيلتي او اتنين في عيلتي، ده سواق قطار، هل هو بياخد ادويه تحت مثلا شاد طبيب؟ انا بكلمك كنظره علميه اكاديميه. صحيح. هل هو مدرب؟ هل هو لما اتصل بالتليفون ردوا عليه بسرعه؟ هل هو عاد المكالمه تاني؟ طب ما هو مش دي غلطه ان في قطر عطل فهو كان لازم يبلغ، يعني احنا نشوف ايه المشكله سببها ايه المشكلة؟ عشان ما تتكرر. بس برضو ما احطش المشكله على انها مجرد سكه حديد متهالكه. ايوه، ما احطش المشكله على كده، مع تطوير المنظومه العاملين كلها. مع التدريب، مع الكشف الصحي عليهم، مع كل الاجراءات اللي ممكن تخلينا ما نوصلش لنفس الكارثه مره ثانيه. كشف صحي، كشف مخدرات، كشف أكيد. كل حاجه يا فندم، وتدريب وتعليم وتثقيف. يا جماعة الصين بتدي الموظفين بعد ساعات العمل دورات تدريبية في المواطنة والانتماء، وبتديهم حاجة بسيطة جدا، ممكن تديهم وجبة عشان كنوع من السبورت أو التدعيم. طيب. يعني في حلول كتير يا فندم. الضمير الشعب المصري ده محتاج تربية وتعليم جيدين، وإحنا في الطريق ليه، وبرضو الخطوات ماشية. قيم يتعلم من خلال، عايزة بقى كمان الواعظ الديني والخطاب. أرجوك لما تيجي تكلمني كده اللي هو الكلام اللي هو إيه اللي بنبقى قاعدين كده على المصطبة مع بعض نفهمه. والله هو ده اللي احنا شايفينه، ده اللي احنا كلام حضرتك صح. حاليا في إتقان العمل يا فندم، مش بس كمان النهارده عشان حادثة فاحنا سخنين،
لا انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، يعني بالنسبه للخطاب الديني احنا الحقيقه كلنا ملاحظين ان معظم الشيوخ من الشباب حتى الشيوخ الكبار سنا بداوا ينزلوا للمواطن البسيط، سواء كان في خطبه الجمعه او في الجلسات الدينيه او في الدروس الدينيه بدانا نشوف شكل مختلف. نركز بقى الاول كان بيبقى في طريقه مش كل الناس تقدر تفهمها، دلوقتي بقى في بساطه شويه في الحديث فبيخليها توصل للي ما عندهمش تعليم عالي. المجتمع دلوقتي محتاج شويه قيم ضمير فنركز عليها. طب خلينا فضلت الشيخ تامر مطر، يعني احنا بنقول في موقف زي اللي احنا فيه ده اللهم اجرنا في مصيبتنا، فعايزين حضرتك تقول لنا كيفية الصبر على تحمل المصائب والكوارث اللي بنتعرض لها والمكاره. هو طبعا يعني عندنا ركن ركين ركن اساسي من العقيدة والايمان بالله سبحانه وتعالى، هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقضاء والقدر خيره وشر حلوه ومر. فهذا قدر الله وهو أمر قد نفذ، يعني أمر وقع بقى من المسلمات، فمن رضي فله الرضا. فهنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق ذوي المصابين وأهليهم وذوي الضحايا وأهليهم الصبر والسلوان. كل وقع عليه قضاء الله وقدره، وقضاء الله وقدره هو خير، لكن دون أن ينفك هذا عن الحساب، عن حساب المسؤول. دي حاجة ودي حاجة. طبعا يعني هو هو هياخد جزاؤه على إهماله وتقصيره في الآخرة، ولكن يجب ألا يفلت من يعني هذا. يعني أهم حاجة الحساب والرضا بالقضاء والقدر. أما بالنسبة للمصاب فالصابرون جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى جزاء كبير، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فنسأل الله أن يرزقنا الرضا وأن يرزق أهل المصابين وأهل الضحايا الرضا والثبات والصبر، وأن يؤجرهم خيرا في مصابهم، وأن ينزل عليهم الرحمات، إنه قدير على ذلك سبحانه وتعالى. إن شاء الله. عايزة دعم نفسي سنة. عايزة دعم نفسي للضحايا، الضحايا مش اللي ماتوا، اللي مات خلاص. عايزة دعم نفسي، وده طبعا اتجاه جديد في العالم كله، للمصابين وأهالي الضحايا إن شاء الله. وأكيد في أساتذة في علم النفس أيضا أعتقد من واقع الإنسانية والدين والوطنية والانتماء متبرعين أكيد. احنا في نهاية حلقتنا بنشكر ضيوفنا اللي كانوا منورينا، الدكتورة عزة فتحي أستاذ علم الاجتماع، بنشكر حضرتك على وجودك معانا، والشيخ تامر مطر المنسق العام لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بنشكر حضرتك على وجودك معانا. وفي نهاية حلقتنا الحقيقة احنا عارفين اننا حزانة، والشعب المصري معظمه ما كانش كله حزين على فقد جزء من المواطنين المصريين، ما كانش ليهم قالي أي يد غير إن كان في إهمال. إن شاء الله نتائج التحقيقات هتظهر وكلنا هنعرفها، وإن شاء الله إن شاء الله تكون دي آخر الحوادث اللي نسمع عنها في القطارات المصرية. استنونا بكرة إن شاء الله وحلقة جديدة وفريق عمل جديد من طعم البيوت.